ثمن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ثمن جهود الأندية الوطنية التي أنهت المستحقات المالية للاعبيها ومدربيها وطواقمها الإدارية والطبية والإعلامية لتنهي السنة المالية 2022 من دون أي ديون وفق منهجية إدارية ومالية تتماشى مع أنظمة ولوائح الهيئة العامة للرياضة. جاء ذلك لدى استقبال سموه رؤساء وممثلي 26 ناديا بحضور سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الهيئة العامة للرياضة حريصة على متابعة ودفع الأندية لتسليم مستحقات جميع الرياضيين والموردين لضمان حقوقهم وفق مبدأ العدالة، مشيدا سموه بالجهود التي قامت بها الأندية لتسوية مديونياتها وحفظ حقوق الجميع بما يتماشى مع الأسس والأنظمة التي وضعتها الهيئة العامة للرياضة ومتابعة الجهاز التنفيذي للخطط المالية للأندية. وأضاف سموه: نستقبلكم اليوم لنتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على ما بذلتموه من جهد، ونثمن لكم ما طبقتموه من سياسات إدارية ومالية عكستم من خلالها حس المسؤولية تجاه الحركة الرياضية والتقيد بالأنظمة واللوائح، ونتطلع لأن تشمل القائمة المزيد من الأندية الأخرى، ونؤكد لكم بأننا سنواصل دعمكم والوقوف بجانبكم وتقديم كافة أشكال الدعم لكم من أجل مستقبل أفضل لرياضتنا.